يعني انا مرتبي اسبوعيا ما بيكفيش الاسبوع معايا، يا دوبك هو مصاريف بيتي واكل وشربي بس مش اكتر، ومواصلاتي. يوم 15 مش كل الشهور، حسب الجو لان الدروس من 19 ل 20 لو في مواسم او حاجه بيخلص على طول. والله مش كل الشهور حسب الاستهلاك، بس هو عموما ما بيخلص الشهر يعني يوم من 23 24 لو حسب الاستهلاك. طبعا حسب ما في العلم في اولادي في الكليات وفي الاجازات طبعا الاستهلاك بيبقى قليل شويه يعني. يوم 10 في الشهر كل الشهور كده، والحياه غليت هنعمل ايه؟ شوف الدروس بكام، وشوف المعيشه بكام، وشوف الاكل بكام، ومفيش حاجه مجازيه والله. على يوم 3 في الشهر او 4 في الشهر عشان الجمعيات وعشان كل حاجه، ومدى ومدى في الغلا والكلام ده. من يوم 20 من يوم 15 ليوم 20 كده. والله بص انا على المعاش اساسا، وعشان خاطر اواجه ظروف الحياه الصعبه دي بضطر ان انا اشتغل شغله ثانيه، لسه في تعليم عندي ولسه في بطاله تعب عن اللي بيتخرج بيقعد وانت بتصرف عليه برضه، فبالتالي ما مش هتلاقي مرتبك يعني لو اتعدى يوم 16 17 في الشهر يبقى حلو قوي. يوم 7 في الشهر الحاجه غاليه موت، بقيت شهر بنستلف وكله مديون كل الموظفين كده. هو والله مش كل الايام، بس هو في العادي لما بيقعد نص الشهر بقى كويس جدا يعني. والله اوقات واوقات يعني حسب التزامات كل شهر. يخلص يوم 15 10 12 كل الشهور كده، ده الشهور اللي تطول فيها يعني. انا قبضت المرتب بتاع امبارح او المعاش بقى انا صح، اتصرف في نفس اليوم، خلص في نفس اليوم. وزير المالية يمكن بيتعامل مع الموازنة مرة واحدة أو مرتين، إنما أنا بتعامل شهرية مع نفسي ومع البيت ومع مصر وغلاء المعيشة والأسعار المرتفعة، ونتمنى الخير ربنا يسهل يعني.